إذن مشاهدينا دائما في إطار متابعتنا لأجواء المؤتمر الدولي الثامن للطب الدقيق والجينوم الوظيفي هنا في الدوحة، تنضم إلينا الدكتورة سهيلة الخضر وهي مدير قسم صحة الأم والطفل فرع الأبحاث في سدرة للطب. دكتورة سهيلة مرحبا بك. مرحبا، صباح الخير. دكتورة، لديك كلمة تتحدثين فيها عن السكر الحمل تحديدا، حدثنا اكثر عن هذا المرض، هل هو سكر مستمر ام مؤقت تتعرض له الحوامل فقط ام يمكن ان يستمر بعد ذلك؟ نعم، اولا خليني اشكر استضافتي بهذا البرنامج وانه سلطت الضوء على سكر الحمل. هو موضوع كثير مهم لانه بيصيب قريب 21% من النساء الحوامل في قطر والدول العربيه المجاوره كمان. نبدا اولا بتعريف سكر الحمل، وهو نوع من انواع السكري الذي يصيب المراه الحامل خلال فتره الحمل، يعني النساء اللي عندها سكري ما قبل الحمل ما بتنضم لهذا الجروب. فسكر الحمل عادة بيبين بخلال الأسبوع 24 من الحمل، وبيكون زي فحص السكر قبل على يعني الريق وبقى الفاستينج، وبعدين بينعطى سكر لمدة ساعة أو ساعتين وبيتقيم نسبة السكر بالدم بخلال هيدي الفحوصات. المرأة اللي بيبين عندها في سكري للحمل لازم تتابع بطرق. ما بدأ خطورة هذا النوع من السكر دكتورة؟ هلا هو خطير لانه للام وللطفل نسبه السكر العاليه مضره، لانه السكر بيوصل للطفل وبيؤدي ل الوزن الطفل يكون اكبر من حجمه. هل يمكن ان يصاب الطفل بمرض السكري؟ هلا لما يكون المراه عندها سكري حمل، في عندها اول شيء بالنسبه للام الخطوره بتكون انه بتكون معرضه نسبه 70% لا تعمل سكري حمل بثاني حمل او بثالث حمل، وبتكون معرضه اكثر من غيرها لتعمل سكري من النوع الثاني او تايب 2 دايابيتس بعدين. بالنسبه للطفل اللي مولود من ام عندها سكري الحمل، الطفل بيكون معرض لمشاكل مزمنة مثل السكري، مثل السمنة المفرطة، مثل غيرها من الأمراض، فهو خطير للأم وللطفل. عشان هيك ينعمل طريقة لعلاج سكر الحمل أول ما بينعرف أنه المرأة بتعاني منه أساسي جدا بخلال فترة الحمل، وبالتالي لا يجب إهماله. لكن خلال معايناتكم ومتابعتك للحوامل المصابات بهذا النوع من السكري، هل تعتقدين أن هناك وعي بمدى خطورته أم أن هناك إهمال بين قوسين؟ هلأ في وعي حاليا موجود، لأنه المرأة لما تعرف أنه هي بتعاني من سكر الحمل بينعمل لها مالتي ديسيبلينري تيم، يعني تيم مؤلف من أطباء ونيوتريشنست وناس بتهتم بالنظام الغذائي تبع المرأة الحامل، لحتى نحاول نساعدها تتفادى ارتفاع نسبة السكر خلال الحمل. وهذا بينعمل بمساعدة تيم مختلف الاختصاصات لحتى نوصل للمرأة بخلال حملة لولادة on time، لأنه مثل ما قلت لك فيه كتير complication. دكتورة، لدي سؤال أخير باختصار لو سمحتي، فيما يتعلق بالأبحاث المتعلقة بسكر الحمل على مستوى السدرة، ما الذي تقومون به وما الذي يعد به الطب الدقيق في 30 ثانية لو سمحتي؟ إن شاء الله. بسدرة للطب في عنا دراستين معروفين، واحدة اسمها أمومة بناخد فيها النساء الحوامل اللي بتقبل تكون جزء من الدراسة وبنتابعهم. هلأ جزء من هالنساء طبيعي حيصير عندهم مثل ما قلت لك في 21% بيصير عندهم سكر الحمل، هول النساء بنتابعهم من أول الحمل لما يولدوا الطفل. ما بنكون عارفين طبعا أي اللي بده يكون عنده سكر حمل أو لا، حتوصل النتيجة الدراسة أنه نقدر نقارن بين النساء اللي ما عندهم سكر حمل والنساء اللي صار عندهم في سكري حمل، ونرجع للفحوصات اللي عملناها ونقارن شو اللي تغير بالدم أو بأي محلات تانية بالجسم ممكن يعطينا إعلان مبكر على أنه هيدي المرأة الحامل راح يصير عندها سكري حمل عشان نتفادى حدوثه قبل ما يوقع. جميل، إذن هو الكشف المبكر. دكتورة سهيلة الخضر، مدير قسم صحة الأم والطفل بفرع الأبحاث في سدرة للطب، شكرا جزيلا لك. شكرا. وطبع يومك. شكرا.